ديل الختمية ديل شيخ هنا مشيت مسجده اتكلمت، لما فيني واحد بتاع قماش جنب المسجد ما بتتكلم وتتكلم هوك ردمت الله يتقبل ردمت، وفي النهاية مرقت منهم أديت أسباب الحسرة وقعوا فيها عليم ربهم، الله مرقهم منا عليم ربهم، مرقت خارجت منهم. ده تاع الختمية قاعدين هنا في رفاعة، في رفاعة برضو هنا برضو في ختمية جوب البلاوي دي. قال كتاب فيوض البحور المتلاطمة تأليف إمام العلماء الراسخين وواسطة عقد أو عقد الأولياء المقربين سيدنا ومولانا السيد محمد عثمان المرغني الملقب بالختم شيخ الطريقة الختمية، أمدنا الله بفائض إمداداته وغمرنا بهاطل بركاته في الدنيا والآخرة، يطلب من تاج السرع للشيخ أم درمان السودان، الطبعة الأخيرة 1420 1999. طيب قال أنا السطوحي واسمي أحمد البدوي تبا له، فحل الرجال إمام القوم في الحرم، مشى 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 قال إذا دعاني مريدي وهو في لجج في قاب بحر، إذا دعاني مريدي وهو في لجج في قاع بحر نجا من ساحة العدم، مشى مشى هناك. ده كمان ده العيدروس ده عنده كرامات، جابوا لنا كرامتين لحد ما قال أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. صفحة 92 93 ده بتاع الختمية، أنا عرشها والكرسي يا مسلمون أفهموا الكلام ده عشان ما تبقى ختمي دارتست. شفتها لو بردان في الدنيا دي بردان جدا، دار تخش جهنم تسخن هناك في الدنيا دي، دار تخش وسريع مستعجل أبقى ختمي، لو دار مستعجل سريع مش دار يوقفوك مسافة وكذا وناي أبقى ختمي قادر تجاني غيره، والله الذي لا إله غيره، رضي من رضي وغضب من غضب. ده ما طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا ده طريق الرسول، ده طريقه ما طريقه. الدليل على انه ما في طريق بخش النار شنو؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، قال ابن كثير نزين له طريقته ونحسنها، يمشي بالليل جاري لا لوبه كر 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 ويبكي وقلبه منشرح للباطل، دي نوله ما تولى اسمها في الشريعه، متكيف قال نفسه زاهد وخلاص وانا قمت بالليل وانا ما قادر انوم وانا شنو ما بعرف الفتة متوم بطريقتك وكل الفتة وشيت حيلك لقدام. قال انا عرشها والكرسي يا امة انا للسماء بانيها، دي فرعون ما قالها، فرعون قال انا ربكم الاعلى، لكن كذبه قدر دي ما جابها لانه في النهاية بيوزينا شوية، وان كان ديك ما وزنها شترة، قال انا ربكم الاعلى لكن ما قال انا بنيت السماء، ابليس ما قال انا بنيت السماء، واحد في العزبه مش تعرف العقائد الوسخه الباطله، واحد في العزبه اسمه عبد الرحيم لقى له واحد من الجماعه ديل قال يا زول الله بنى السماء، قال بناه، انتم اشد خلقا ام السماء شنو؟ بناها ده الله، وشيخك قال بنى السماء، البناياته مش مفروض يقول بناء الله؟ قال لي بنوا سوا، قال لي هسي ده فاهم شي عليك الله؟ اكل دغمة لما الدغم فوق بقى مدغم وعليم ربه اكل ما اكل بطريقته، لكن قال بنوا سوا. قال اتحدى الصوفية من هنا ليه جبال بني شنقول اتلموا يسووا سقالة بس السما دي بناء الله، كلكم مش مقتنعين؟ اتحدى الصوفية يدوا جير بس، أدي أجير بس، تقدر يا صوفي؟ أقول لك شيء حصيله بس أهابيشة كدي بس أهابيشة زي المروحة بس أهابيشة تقدر؟ يا أخبانو قبة بركة في الشيخ بركة عديد رب كدي إسماعيل جابها في الجريدة نازل يا زول تعبانين شغلتهم جايطة، قال بنى السما
وذاته لما يكذب وما بيوزنوها. يا اخ كان تشاور المريد يقول لك لا الشغله دي كبيره شويه، سمع دي الكذبه نيتها. طيب جاب لا في الكتاب ده ذاته جاب كرامتين. كرامه الاولى قال ذبح راس بعض تلامذتي، التلميذ جاي يدرس معاه وجاء داري يقرب منه لما في راسه كر شالوا برا. تقول لي نحن دواعش نحن ذبحنا منه؟ انا والله خروف ما بعرف اذبحه، بجيب اخوي ده وينه بيجي بيطبح واموره ما جايها يطبح وانا اكل في فتفت ما في شيء. تقول لي يا اخي نحن بنضبح؟ ضبحتوا الناس وانتوا داعش بعد شويه بتفجرونا. يا زول فجرونا وين يا اخي؟ فجروك وين يا زول؟ نحن جايين والله داري لك الخير، نفجرك وين؟ ادونا كفه جاي. مره مشيت مسجد ادونا بنيه طشيت شبكه بيورا، بقيت بفتش ليه صاحبي زي في الظلمه في ناس كونه مرقنا برا في عمك كبير جاري ورانا. الشباب قالوا يا حاج ده المالون، قالوا والله حراميه حراميه ما سرقنا اي شيء. وزي الثاني ادوني بنيه نفسكتهم، يا قلت الحاسد شنو شرطوا القميص بتاع الزرار بتاع القميص، ويقول لك انتوا بتدقوا ما دقينا يا مسلم بدقونا نحن مساكين سايه. تي يا اخ تقول لي بتدقوا الناس؟ ده ذبح المريد كرر ذبحه. بعد ذبحه قال فقال لرأسه عد كما كنت، قال فعاد كما كان. شاكي يسموه عبد الله العيد دروس، بعيد الراس برجعه زي ما كان. ده ما قرأ سورة ياسين؟ الله قال في سورة ياسين سبحانه وتعالى، شباب ده الجد يمكن حافظينها، قال ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم شنو لا يرجعون. مادة ثانية رجع إلا وين؟ في الآخرة. الكرامة الثانية دي كمان تضحك المرأة المات في الأسري، جابوا لها الكرامة دي. بس لو عندك مرأة مات زول لها عزيز بس قبل ما تبكي عليه ما ولا بتبكي قول لها اسمعي كذا اقري دي بتقرأ بتديها ضحكة طوالي، اديها كوباية جبنة وامورها بتوضح ونسيها الطفل بس ما في شيء. قال الشيخ في الكتاب ده قال دخل اليمن فدخل عدن، عدن في اليمن، فقال يا سماء امطري لبن فاني في عدن، امطري لبنا فاني في عدن، فامطرت لبنا كر جابته لبن. والله ما اعرفه لبن غنم بقر عليم ربه. قال لبن جابت لبن كر، يعني تخيل انت ماشي في الشارع تلقى جماده في رقبتك ما ترى بتاعت لبن. يا ناس يا صوفيه في مطره بتاعت لبن؟ شوف الكذب ده على الله سبحانه وتعالى وعلى الرسل. عشان كده الخنجر ده الليل الصبح كنا في بلاد هناك محلات هناك في الدويم الليل الصبح الله يتقبل، ردمنا مرقنا بعد الصبح قبل نصل بلدنا في القطينه بس في الطريق اتصلوا قال لي مناظره، قلت لي جاهزين؟ قال لي حدد، قلت له بنجي الاسبوع الجاي البعد الجاي ده اسبوعين بس جاهزين ما عندك اي مشكله. لا والمناظره في الاسلام، قلت له تمام. واسماء الله وصفاته، قلت له 100%. والتوحيد كويس جدا. وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ما عندنا اي مشكله. ثاني في شنو؟ قفل الخط وبقى مارك. لا لميت في ثاني ولا وبنمشي بعد اسبوعين ان شاء الله نتم معاون هناك. ده خنجر ده بتاع النيل الابيض بيدرس كليه الطب جامعة أم درمان بدرسهم تفسير. قال عندنا في السودان الشيوخ بينزلوا المطر والمطر بحسب الطلب، عجبك عجبك ما عجبك مش هفتح بلاغ في الشرطة. قال يجيك وهابي يقول لك ما تسأل الله، أهابي تسأل الله وما بيديك. قال أرضين سرابتين، تعرف الصوفية ديل قال احنا ما قاعدين نظلمهم ساي، نازل والله أفسدوا غشوك ساي. انت شايفه كده لابس له طرحة وعامل فيها مسكين وسمت وكذا وكذا، جيبنا لنا احنا نحن انتي فايروس صوفية بس مما نخش كده الصوفي الفايروس بتاعه طوالي بيمرق. هو الوهابي جه انا ضفدعه انت مالك خايف؟ ده الخنجر حسب الطلب
فهمت كلامه الأخير ده بشرح لك أنا. قال حواشتين، قال مش يا شيخ حامد، شيخ حامد ده طبعا لموا فينا فيهم ثلاثة بقت له ستة، من ثلاثة بقت له ستة الله يتقبل. طفش تاني ما جاء الله يتقبل، تلاهم ثلاثة ناس فيهم خير لكن طفش تاني الحمد لله يتناظر ويتكسر هنا. ما شاء هناك محل الذهب لحقناه برضه ردموه الله يتقبل اخوانا. بعد انتهى تعلم وقفه في نصه تعلم، قال امشوا المسجد الكبير هنا ما عندنا قوة، مسجد الكبير هناك عندنا قوة وان شاء الله تواصلوا المناظرة. مزمل وشهاب وبعض اخواننا ركبوا باشوا بجنبه على العربية خلاص وقفون مهم داير يركبوا. انا مشيت لي حامد قلت له يا حامد نتمشي هناك المسجد الكبير شغل هناك. قال لي يا حلبي زح مني انا ما داير كلام معاك يا حلبي، قال لي امشي من نامش. والله غلبته الشغلة مرة واحدة. ده قال حواشتين ده الخنجر بينات سرابة وتقنت فيهطل المطر منها هنا ولا يهطل منها هنا. السبب ديل دفعوا البياض، يعني ديل بتجيهم مطر لأنهم شنو دفعوا البياض. يا جماعة كده خلوا الآيات هسي، الكفار ديل عندهم مطر ولا ما عندهم؟ بيت تلج هناك، بيت تلج ما شفتهم بيلعبوا بالشغلة بتجرديك كذي بالعكاز ديك ما شفتهم؟ بيت تلج ديلك بيدفعوا بياض، ذاك لا بعرفوا بياض وبياض نحن ما عندنا في الدين. خلي ديلك كفار عديل الله منزل لهم مطر. يا أخي الله قال في القرآن أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن شنو المنزلون. والخنجر ده دعوه هنا دي دعوه في رفاعة هنا الأسبوع القبلي ده القبلي ده القبلي قريتها في الإعلام قال جايبين صلاح الدين بدوي الخنجر ده تجيبوا اعمل شنو يا أخي زولي صادم صريح القرآن يا أخي مطر ما عارف اللي بينزله منه لياسي ده دو دكتورة ذاته كيف ده البليد ده والله الذي لا إله غيره كلها لخبطة باسم الدين.